منير عجم فيديو كمان عن البي ام بي، وهون حنعطي رأي أكتر يمكن، هذا رأينا أوكي، مش اللي هي الطريقة الأفضل لأخذ الامتحان. بالفيديو السابق تكلمنا شوي إنه ما نضيع وقتنا بالدرس على الـ ITTOs وهالأمور هاي، ركز أكتر إنه نفهم البروسس ونفهم بالنهاية كل التولز اللي تستخدم بإدارة المشاريع، إنه على الأقل معظم التولز إنه شو هي التول وشو إفادتها وكيف ممكن نستخدمها. هلأ حركز على أخذ الامتحان. بطبع الامتحان خاصة للشباب والصبايا بالدول العربية اللي تنقول ما عندهم تمكن ممتاز بقراءة اللغة الإنجليزية بسرعة. هلا بطبع اليوم يوجد عريب للامتحان، بس معظم اللي سمعنا حكيوا عن هالموضوع، أول شيء الترجمات ممكن تكون سيئة، ثانيا الامتحان مش بالعربي، الامتحان بضل بالإنجليزي بس في لانجوج ايد بالعربي، يعني معناتها في العملية إطالة وقت أكتر، والامتحان المشكلة فيه الأساسية هي عملية الوقت وكيف فينا نقدر نخلص الامتحان على الوقت. هلأ فكرة شوي كلمة على السريع هون، طبعا هو الامتحان وقت تصمم الامتحان من 30-33 سنة كان بالطبع هو كانت الـ PMI مش معروف كتير برات الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية يعني كندا ممكن. عشان هيك الامتحان مصمم يكون 4 ساعات، بس معظم اللي بعرفهم وحسب خبرتي وتجربتي ومراقبتي اللي بيعرفوا انجليزي كنيتيف سبيكرز يعني اللي عايشين بامريكا ولا بكندا بيخلصوا الامتحان بساعتين وساعتين ونص برياحة وبنجاح. عشان هيك نحن دائما كنا نشتكي للبي ام اي انه الامتحان فيه له تمييز، لانه اللي ما عنده متمكن باللغة بالانجليزي بالطبع بيلاقي صعوبة يخلص الامتحان. في كتير ما بيقدروا يخلصوا الامتحان بال4 ساعات، وفي كتير ممكن يخلصوا بس بدون ما يصح لهم وقت مراجعة، وهذا الشيء بالطبع عم بيعطي ادفانتج لمجتمع اكتر من مجتمع تاني. بالطبع بي ام اي doesn't care، المهم العالم شو بيهمهم يعني، بالعكس قطط بترجع بتدفع بتاخذ الامتحان مرة تانية. مزيدة شوي معلش، بس انه بشكل عام ما في انه مثلا تفضيل انه اذا واحد مثلا يعني بزمان كنا عم نجرب نعطي امتحانات اون بيبر بالسعودية، يعني فينا نتحكم بالوقت هون مش كمبيوتر، مطلبنا اذن انه على الاقل لانه اللغة هي مش لغة اساسية يعطونا نص ساعة زيادة يبعتولنا هانديكاب فورم. سو ما في انه ميزوا على الاقل. هلا بطبع اليوم البومباك وترجم لعدة لغات، بس بمعظم لغات العالم اذا البومباك ترجم لها على الاقل من فرنسا اللغة المتمارس بالشغل هي الفرنسي، سو اذا ترجم وكان ترجمة صحيحة وما عندهم الفرق اللغوي الكبير بالعربي مثل ما عندنا نحن ببلادنا العربية بين الفصحى والعامة والامور هذه من دولة لدولة تختلف جدا حين اللغة، يمكن اللي بيحكي برتغيز والسبانيش والفرنش بيلاقي اسهل ياخذ الامتحان بلغته لانه كمان عم بيشتغل بلغته، بس بالدول العربية نحن للاسف ما عارفين حالنا وين قاعدين، ما بنعرف حالنا اذا بنشتغل بالعربي ولا بالانجليزي، حتى ببعض المؤسسات الحكومية جزء من الشغل بالعربي جزء بالإنجليزي، فموضوع اللغة صعب علينا وبيضيع علينا وقت كتير. طب كيف فينا على الأقل نتعامل مع هالتحدي، تحدي اللغة إذا الامتحان 4 ساعات والهدف منه نقدر نخلص الامتحان بسرعة؟ هلأ وبطبع نحن اللي عنده فكرة اللي عنده حسب أكيد كل ما كان الإنسان عنده فهم بإدارة مشاريع أعلى مش مضطر يعتمد على الحفظ، كل ما كان يمكن اسهل الموضوع وبيقدر يكون اسرع. بس بغض النظر طب هون هلا حركز انقل الحديث من العموميات لتكنيك ممكن نستخدمه للسرعه بالامتحان، السرعه مع بطبع تحسين نسبه النجاح بالامتحان. شو ممكن نعمل نحن؟ نصيحتنا هذا رايي مثل ما قلت راي شخصي، انه لازم كل واحد منا بده يفوت على الامتحان بده يمر بالامتحان 3 مرات. يعني مثلا شو هلا واحد نقول خلينا نحط حالنا نتخيل حالنا نحن فتنا على الامتحان عدنا ذي هالكمبيوتر، بالزمان كانوا يسمحوا لنا نكتب، يسمحوا لكم تكتبوا كم نوت، هلا ممنوع. شو بدنا نعمل؟ بلش التايم، اول سؤال طلع، الواحد ممكن يكون تعبان معصب نعسان، سو ممكن اول سؤال حتى لو يكون هين لاقيه صعب، اما ممكن يكون كثير سهل. طب كيف بنتعامل مع الامتحان؟
نحن اقتراحنا انه اول امتحان لازم يجرب الواحد يمرق بالامتحان كله 200 سؤال خلال اقل من ساعتين. كيف فينا نعمل هالشيء؟ اول شيء بتطلعوا على السكرين قدامكم، اذا السؤال لقيته كثير طويل اوكي اعملوا له سكيب، ما تقروا ما تقروا ما تجربوا تضيعوا ولا ثانية تقروا بالسؤال، خلص بين السؤال معبى الصفحة معبى سكرين سكيب. بلشتوا تقروا بالسؤال، نقلنا للسؤال الثاني دونت مارك يعني بس سكيب ويزاوت ماركينج اوكي. نقلنا للسؤال الثاني قرينا السؤال اوكي مقبول بس في شوية التريك مش اكيدين منه سو شو ممكن لقيناه شوي معقد بده تحليل بده وقت سكيب اوكي. مجرد ما بلشوا تقروا السؤال يعني ما تقعدوا تقروا السؤال ولا اجوبه كلها، مجرد ما بلشوا تقروا السؤال وتلاقي السؤال شوي معقد واجوبته شوي معقده سكيب اوكي. كمان دونت مارك جاست سكيب. نوصل لسؤال نوع ثالث اوكي ساوند جود، هذا السؤال بعتقد بعرفه بجاوب، انا بعتقد الجواب اي بعمل اي بس مش متاكد سو هون بنجاوب اي وبنعمل مارك للسؤال. نرجع على السؤال الرابع ممتاز هذا سؤال هين اي نو ات فور شور اوكي سي اوكي جريت سي موف اون. وهالسرعه بهالطريقه هيدي ممكن تمروا بال200 سؤال بسرعه. اكيد بتكونوا هون انتم ما ضيعتوا وقت على الاسئله المعقده يعني تقعدوا تحللوا فيها لانه بتضيع وقت. تاني شيء الاسئله الطويله كمان ما ضيعتوا وقت عليها، ركزتوا على الاسئله اللي بتعرفوها وركزتوا على الاسئله اللي بتعتقدوا انكم تعرفوها. بهالطريقه نحن بهاي اول سايكل لما بكون مرقنا ب 200 سؤال بكون حققنا يعني ممكن يكون هذا كافي للنجاح. اذا واحد متمكن من المعلومه بلاقي اكبر عدد من الاسئله بيعرفهم ممكن يكون بكفي، بس انا اعتبر ما بكفي. هلا بنرجع سايكل تاني. السايكل التاني المقترح فيه نحن هون تطلعوا بس على الاسئله العلميه لمارك اوكي. ليه؟ لانه هيدي الاسئله العلميه لمارك انتم بتعرفوها، اما على الاقل بتحسوا انكم تعرفوها بس بدكم تتاكدوا منها. هون ضروري ترجعوا تتاكدوا انه اول شيء في عده تكنيك انه تشوفوا كيف صح وكيف غلط. يعني احد الشغلات نحن نوصلها عليكم دائما انه مثلا try to prove why the other options are wrong، انه لاقوا الجواب الصح اللي برايكم انا هذا الجواب الصح بس كمان جربوا لاقوا ليش الثلاثه البقيه غلط. فلما بتمروا بهالمرحله هاي بالمرحله الثانيه سمعتها الاسئله اللي بتعرفوها انتم اوريدي بتعرفوها بس مش متأكدين منها، قادرين كمان ممكن خلال نص ساعة أما 45 دقيقة إذا عاملين كنتوا شي مارك 20 30 40 سؤال تقدروا تتخلصوا منهم. أكيد معناتها بتكونوا ختمتوهم وقدرتوا حققتوا إنتاجية. هلا بيجي دور السايكل الثالث. رجعوا للامتحان بيبقى عندكم الأسئلة الطويلة والأسئلة المعقدة اللي مش مجاوبينها. هلا الأسئلة الطويلة ممكن في 50-50 تشانس إنه يكون السؤال كله طق حنك والريل كويشن هو آخر جملة. اما الجمله اللي قبل اخر جمله مش شرط. لهون لما بلشوا تقروا بسؤال طويل ساعتها بتهين الامور انه خلص اذا السؤال هو باخر جمله صارت العمليه سهله تقروها بس بكون تقروا لا لانه ممكن يكون سؤال طويل وبحاجه تعرفوا السيناريو ممكن بس تطلعوا على الاخر. بس هون هلا ببلش مثل ما قلت بالسايكل الثالثه انكم انتم عم تطلعوا بالاسئله شوي طويله بتاخذوا وقتكم اكثر قراءتها. بالطبع الاسئله الصعبه اللي بدها شويه اناليسيس وتحليل اما ممكن حتى ترسموا شي تشارت مثلا نتورك دياجرام ولا تطلعوا على شي تشارت. بهالطريقه قادرين انتم تكسبوا حتى لو ما خلص الوقت، خلص الوقت بدل ما تخلصوا، اما ما صح لكم وقت كثير للمراجعه بالاخر، على الاقل بتكونوا انتم بالسايكل الاولاني جربتوا تحصلوا على الماكسيموم، يعني هي بنسميها نحن اللو هانجينج فروت. ذا ماكسيموم بوسيبل انه بتعرفون بتعتدوا الواثقين من حولكم فيهم. السايكل الثاني اللي هن الاسئله اللي بتعتقدوا بتعرفوها بس مش متاكدين بحاجه لمراجعتها اكثر. وطبعا السايكل الثالث اللي هو الاسئله الطويله والصعبه اللي بتاخذ وقت اللي هي بالنهايه اذا علقتوا عليها فيكم نقوا اي بي سي دي شو الرقم اللي بتحبوه. واذا في سؤال يو جيف اب اون اوكي خلص في سؤالات معقده يعني ما ضروري تروح تضيع وقتكم عليها ولا انا هلا مش في مين ولا بعرف شو هو ولا بعرف شو بيقصده ام غانا يوز اي لكل الاسئله اللي من هالنوع. وانتهينا بالتوفيق.